الحمد لله اليوم انتصرنا، ربي وفقنا، ترشح هذايا كنا نستناو فيه، كنا معناها نخمو فيه برشا. الحمد لله ربي وفقنا اليوم ترشحنا، وان شاء الله معناها نترحموا على عمر، وان شاء الله لباس العاطف ان شاء الله. بيان سور سيرتو معناها اليوم العيد ميلاد نتاع عاطف، الانتصار هذايا ان شاء الله يزلوا معنوياته شويه. عاطف طفل حساس برشا، معناها سيرتو معناها البريود اللي تعدى بها ماهيش سهله. اي جوار معناها في الـ في الـ في الوقت هذا يلزمنا نقفوا معاه، ويلزمنا معناها نرجعوا له كيفاش يقولوا الكونفيونس في روحه، باش ان شاء الله يا ربي يرجعنا على قريب ان شاء الله. جمهور الكلوب بالنسبه للكوب ان شاء الله ربي يوفقنا، احنا في جمعيه كبيره نلعبوا على التيتروات، لازمنا نكملوا للاخر، لازمنا نكونوا رجال، معناها احنا رجال، معناها هذه راهو معناها اونتر بارونتيز معناها الكلمه نقولوها، وحتى الجمهور معناها نحب معناها الميساج، راهو الملاعبيه اللي في الكلوب راهو بالرسمي يلعبوا للمريول، يلعبوا للجمعيه هذه، معناها ما تنجمش تلعب في الكلوب ما تحبهاش. انا ملي جيت انا من قبل معناها الحمد لله معناها واحد معناها يحب في جمعيه معناها من قبل، وزيد معناها اللي جاي معناها واحد كي يجي لهنا يلزمو يكون يلعب على المريول هذايا، خاطر راك تشوف انت الوضعيه اللي نعيشوا فيها، معناها ما عليك كان تفرض روحك وكما يقولوا تلعب لجمعيتك. صحيح صابر عنده معناها البلاصه نتاعو، عنده يعاوننا برشا في كي بدا يلعب اليوم، معناها تضرب على بكري الحمد لله، معناها قبل ما يخرج خلينا منتصرين، وان شاء الله يا ربي معناها نكملوا هكايا، وان شاء الله ما يرجعونا الجوالات الكل، صابر وزهير وسيرتو عاطف والملاعبيه الكل مضروبه، معناها احنا تشوف في بريود صعيبه، مستحقين الملاعبيه الكل، مستحقين الجوالات الكل، مستحقين سيرتو للدعم نتاع الجمهور، ان شاء الله يا ربي يوفقنا وان شاء الله نكملوا. ما عندكش فكره على الاصابه نتاع صابر؟ والله صابر عنده، هو متقلق، كلنا معناها برشا جوارات حاسين بالتعب هذايا في الاسكيو، صابر البارح كان متقلق برشا على الاخر، ومعناها وعض على قلبه ولعب، والحمد لله معناها قبل ما يخرج معناها عاوننا باللي نجم يعاونه معناها. بون شونس بقيت مشوار. الحمد لله اليوم انتصرنا، ربي وفقنا، ترشح هذايا كنا نستناو فيه، كنا معناها نخمو فيه برشا، الحمد لله ربي وفقنا اليوم ترشحنا، وان شاء الله معناها نترحموا على عمر، وان شاء الله لباس العاطف ان شاء الله. بيان سور سيرتو معناها اليوم العيد ميلاد نتاع عاطف، الانتصار هذايا ان شاء الله يزلوا معنوياته شويه. عاطف طفل حساس برشا، معناها سيرتو معناها البريود اللي تعدى بها ماهيش سهله. اي جوار معناها في الوقت هذا يلزمنا نقفوا معاه، ويلزمنا معناها نرجعوا له كيفاش يقولوا الكونفيونس في روحه، باش ان شاء الله يا ربي يرجعنا على قريب ان شاء الله. جمهور الكلوب بالنسبه للكوب ان شاء الله ربي يوفقنا، احنا في جمعيه كبيره نلعبوا على التيتروات، لازمنا نكملوا للاخر، لازمنا نكونوا رجال، معناها احنا رجال، معناها هذه راهو معناها اونتر بارونتيز معناها الكلمه نقولوها، وحتى الجمهور معناها نحب معناها الميساج، راهو الملاعبيه اللي في الكلوب راهو بالرسمي يلعبوا للمريول، يلعبوا للجمعيه هذه، معناها ما تنجمش تلعب في الكلوب ما تحبهاش. انا ملي جيت انا من قبل معناها الحمد لله معناها واحد معناها يحب في جمعيه معناها من قبل، وزيد معناها اللي جاي معناها واحد كي يجي لهنا يلزمو يكون يلعب على المريول هذايا، خاطر راك تشوف انت الوضعيه اللي نعيشوا فيها، معناها ما عليك كان تفرض روحك وكما يقولوا تلعب لجمعيتك. صحيح صابر عنده معناها البلاصه نتاعو، عنده يعاوننا برشا في كي بدا يلعب اليوم، معناها تضرب على بكري الحمد لله، معناها قبل ما يخرج خلينا منتصرين، وان شاء الله يا ربي معناها نكملوا هكايا، وان شاء الله ما يرجعونا الجوالات الكل، صابر وزهير وسيرتو عاطف والملاعبيه الكل مضروبه، معناها احنا تشوف في بريود صعيبه، مستحقين الملاعبيه الكل، مستحقين الجوالات الكل، مستحقين سيرتو للدعم نتاع الجمهور، ان شاء الله يا ربي يوفقنا وان شاء الله نكملوا. ما عندكش فكره على الاصابه نتاع صابر؟ والله صابر عنده، هو متقلق، كلنا معناها برشا جوارات حاسين بالتعب هذايا في الاسكيو، صابر البارح كان متقلق برشا على الاخر، ومعناها وعض على قلبه ولعب، والحمد لله معناها قبل ما يخرج معناها عاوننا باللي نجم يعاونه معناها. بون شونس بقيت مشوار.